والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين غضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أما بعد والعيال كنت مجلسك يفرق أنه ما تسغن بي ومجلس إلهي سبحانه وتعالى كلمة سلقوه هنا أيضا إلهي سبحانه وتعالى يعني كلمة دي سيبان السغن بين أولينه إلهي يوم هذا سكاله مد الله بعد شيخ رونتي قرآن كسور دمي تفسير كي سوين كفا إذي سنبا إساقنا أمانتا إسكاله يولا لها رونتي سواق مقابي حفل دان انتا كبعد قفل بوناين كم دو أقي هاي قرآن كاني فلق أولي وحين وكف ذنبا وحين وكف لنبا إلهي سبحانه وتعالى في كل حليه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كان ذلك وحكو توسيا ماشا توسا قرآن كان ذلك وحكو كحيا وضضف في عام نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحكو لي إن هذا القرآن سبب قرآن كان وحرقوه حرق يسكحر الله أذيك إلهي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن سبب قرآن كان وحرقوه طرفه بيد الله لنا وحاها الله سبحانه وتعالى حرق سوك الحلا يا ذي إلهي لنا إلهي بقى عنتك وهي وطرفه بأيديكم لنا عكال إنها قا عنتك وهي بلك القرآن تفسير كريا الله برتوه كوية وحرق الله سبحانه وتعالى إنك سوك الحلا يا ويا حرق النور لحي إنك إله سبحانه وتعالى وكنا نبو حديث كاوير كل إيهاي هذه قبضتان ولي المرلو ميسان هذا قبضتان ولي جمال ميسان وحرم وحير وحد دقيقة إنا خضره علي بن أبي دال رضي الله تعالى عنه النبي كوحه كوري كوري وحول الله علماء غير كم ذوحي الحديث كاسي كواسيح ما إنه رفعية ومرفوعية هاي سك استبه النقطة وكه الله يفضل القرآن الله سبحانه وتعالى وحول الله هاي النبي عليه الصلاة والسلام بما نوح يري إنها ستكون فتنة وحا إيمان دونه فينا إيمان دونته ولنا في المن دونا مركز على وحي كوير وحن كويري ما المخرج منها يا رسول الله هذا فينا دو مركز ما دو حيو قبحنا رسول كي لهيو مركز أريب بدن أو دير بوتها يا القرآن كسفيري الله كم بوبسينا يا إن شاء الله سنقدر فهنو فلي القرآن كلية وحلية هاي قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحلو قبل بعد في النذا قرآن الله سبحانه وتعالى وحكجرة نبأ ما قبلكم ومدينة كهرية وحشيقية وخبركم وخبر ما بعدكم عيد كستوين كذا ما يسنا ورك يدات كه ليسان وحكم ما بينكم أداربتان وحسكو حكمتان دستور كلمة بهندي قرآن كوب بهنسان هو الفصل ليس بالهزل قرآن كوكي حق يبادر كلا ساراي عيار عيار يدلنا قرآن وكوية ما كوي حلية هاي قفك علية وديد قرآن كاس قسمه الله سبحانه وتعالى لا بركة جبناي ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قفك هنون كرر هذه مالا قرآن كاهين إلهي بردومية سبحانه وتعالى هو حبل الله المتين قرآن هو حرق الله سبحانه وتعالى توصنا وذكر الحكيم يذكر الله سبحانه وتعالى سبنا ويا وحليه هو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء قرآن هو وضته صوي وحلي حكرا مجرى ولا تشبع منه العلماء علماء دون كدر قميسه هذا ما تنأخر ليست تفسير كذا سعر ليست مرنا لكدر قمايو وحليه هي ولا يخلق عن رد هذا كوع العلسه ما باليو بايو هذا أخري بري أخري مر ومعان كيسي يددن كيسي قرآن هو ليه ولا تنقضي عجائبه قرآن كعجائبته سمرنا مكلاقو أيسو وحوليه وهو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا قرآن هو كيمك قرآن جن ومقلان أيس علم وايين إنا جن هذا الموية والقرآن وحن مقلان عجيب أه وحوليه ومن قال به صدقة وفي قرآن كالشيقة واستعمالا رمبو الشيقي ومن عمل به خيرا ومن عمل به أجرا وفي كعم فلا أجر بالغ السينية ومن حكم به
عدلا وفي حكمه استعماله وقف عدالة سمية ويا ومن دعي إليه هدية ذاتك قف ويا رحقودا ولوهنوا إلى صراط المستقيم ومن اعتصم به قفك قبصة قرانك هدية إلى صراط المستقيم صفاتك وحسي علي بن أبي طالب وأنا كان أنفل إن ذاتك إن قرانك بضري أما تفسيرك للسعودي أي مارد سي أي هدية قرنية دكوهين أيان أخيرا وحلنا شيخ وحلنا جزاه الله خير أنا هو ذاك للسعودي مدة أسعود أنت بضنها هو ذاك للسعودي waxaa day waxa la sheegay dhowr toban qof baa ku xiraabaleen an waxaan aaminsanahay milyan ay ku xiraayeen habeenkii yaa dad tiro badan sababtoo ah guri kasto ama magaalada soo gasho oo aan inta qarar joogay guri kasto soo gasho xilliga tafsiirka tafsiir baad leeyahay wadaga baahay guriga jooga habeen ka maqnaado raadiya u shidan tafsiirka la socdaa marka 16 kaliya ma ahayn dad badan baad leeyahay wajaakumullahu khairu barakumullahu fiik